والله أزعجتني لقطة من لقطات التلفاز، رأيت فيها مركبا من مراكب الفارين بدينهم أو بحياتهم أو بطموحاتهم خارج دار الإسلام، ثم بأولادهم صغارا وكبارا، وفي عرض البحر تعترضهم سفينة بدعوى إنقاذهم، ويفرح الجالسون في ذاك المركب ويتأملون وينظرون إلى هؤلاء القادمين عليهم المصلين عليهم من علي، فرحون بأنهم سينقذونهم، ولكن من كان يناديهم من أعلى يقول لهم: البامبينو، الوليد، الرضيع، هذا. فيظن الأبوان أن الرجل يريد إشفاقا على الطفل، يريد أن يستلمه أولا، ثم يأذن لأبويه بالصعود. ولكن ما أن التقط الغلام عنده انطلق بمركبه، وبقي الأبوان يبكيان ويتوجعان حتى وصل مركبهما إلى البر، وكان سؤالهما الأول: أين الغلام؟ أين الغلام؟ الوليد، الرضيع. فأجابهم من كان يحف بهم ويحيط: أي غلام؟ قال لهم: استلم غلامنا في عرض البحر. قالوا: ما استلمنا غلاما ولا شيء من هذا. قال: أهو الجماعة الذين معنا في المركب يشهدون، من أخذ الغلام؟ بعد حين من التدبير والتفكير قيل لهم بأن مركبا آخر من دولة أخرى هي التي التقطت الغلام، ولكن سنسجل اسمه وسنبحث عنه ناتيكم به. هذه القصة لو كان المسلمون يعون معنى هذا الغلام الذي ينصر ويربى في كنيسة ويكون في المستقبل عدوا للمسلمين، هذا الغلام جدير بأن يحترق جوف المسلم حزنا عليه، ونحن نرى كل ذلك، بل نرى الغرق على شواطئ البحار، بل نرى رؤوس الكفر تأخذ الأسر وتنقلها بدعوى حمايتها من القوانين الجائرة المانعة لها. لله ما أعجر حال المسلمين، أين البر والتقوى أيها المسلمون؟ التمسوا طريق البر والتقوى، التمسوا البر والتقوى، واعملوا على توحيد كلمة المسلمين ونصرة هذا الدين ووقاية الأمة من الأخطار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.